صفحتك إيه موجوده عندي إيه وانا مقلبها كلها ما حكي ما بيها نقد للفقه السني ابدا بيها نقد للفقه الشيعي صح فقط اني ما انت انت مركز على الفقه الشيعي هو يقول لك هذا صح ليش مركز على الفقه الشيعي ما لك علاقه بحجابك إيه؟ انا في صفحاتي ما انتقدت الفقه السني ابدا ولا جبت شيء لهم لكن هسه باللقاء خل اقول لك شيء باللقاء انا كمحمد جمعه ارى الفقه السني لو طبقناه حيصير داعش انا ارى محمد جمعه الفقه السني لو طبق بمدونه الاحكام الشرعيه حيكون داعش ليش اقول لك ليش لا مو تشمل تفسنا كلهم داعش لا شلون هذا انا خل اقول لك ليش خل اقول لك ليش مثل ما انا متخوف من امور موجوده في الاحكام الفقهيه بالمذهب الجعفري ايضا عندي تخوف من امور موجوده في الاحكام الفقهيه للمذهب السني زي